مرحبا، أهلا وسهلا فيكم إلى موقع الإنترنت فنجان.com. هنا أفي في هذه الحلقة الاختتامية لموضوع العلاقات التجارية بين إسرائيل والعالم العربي. حبيت أتحدث عن موضوع مستقبل العلاقات، وذلك في ظل الأحداث الحالية في العالم العربي. معظم المحللون الاقتصاديون الإسرائيليين بيوافقوا على المبدأ إنه إذا بحالة أكثر الديمقراطية في العالم العربي، فمتوقع إنه راح يتوسع بشكل بارز حجم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وبين الدول العربية. طبعا الإمكانيات ضخمة جدا، الأسواق موجودة والمنتجات والإمكانيات متوفرة. فالمحلل الاقتصادي جيل فايلر فهو أكثر متفائلا، فبالفعل يزعم السيد فايلر أنه هناك رغبة عميقة في العالم العربي للقيام بالعلاقات الاقتصادية مع دولة إسرائيل، وهو بتوقع أنه بحالة وجود أكثر من الظروف الديمقراطية رح يكون حجم العلاقات أوسع بكثير مما هو حاليا. يقول رجل الأعمال الإسرائيلي دوب لاوتمان أنه متفائلا أيضا، وبيقول أنه ظاهر أنه اليوم الجيل الشاب في الدول العربية مهتم بالمستقبل شخصيا واقتصاديا واجتماعيا، فلذلك يطالب هذا الجيل بالحلول الإيجابية والواقعية لتحسين الوضع و تحسين العلاقات مع إسرائيل، ومزيدا من العلاقات التجارية مع إسرائيل. لذلك يقول أنه لا يخشى من استيلاء أو مزيد من النفوذ للقوى الإسلامية في المنطقة، لأنه حسب رأيه تبتغى هذه القوة مهما كانت إلى اللجوء إلى الحلول الواقعية من ناحية اقتصادية وإلى آخره، فهي بتكون مضطرة لأكثر من العمل المشترك مع الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي. أما من ناحية تانية، فالمحلل الاقتصادي العربي الإسرائيلي متانس شحادة، فهو باحث في مركز مدى الكرمل للدراسات في إسرائيل، فهو أقل متفائل وبالفعل هو متشائم. فبرأيه حتى وإذا بتكون الظروف أكثر ديمقراطية في الدول العربية، هو مش شايف تحسن وتوسع بحجم العلاقات الاقتصادية. بالفعل فهو يتوقع مزيدا من الحواجز وأقل من الحركة الاقتصادية والتجارية بالعلاقات بين الجانبين. يتوقع السيد شحادة انه راح تلغي الحكومة المصرية مستقبلا صفقة الغاز مع اسرائيل، وذلك نتيجة للضغط الجمهوري، فلن يكون هناك اي تقدم بهذا الموضوع ما دام مش راح نحل الموضوع الفلسطيني. فاذا لا شك انه هناك توجهات مختلفة تجاه السؤال ماذا يكون التأثير للأحداث الحالية عن موضوع العلاقات الاقتصادية، ونتأمل طبعا إنه راح يكون هذا التأثير إيجابي ومفيد للجميع في المنطقة. فإذا هنا أفي من موقع الإنترنت فنجان.com، أتمنى لكم تحية طيبة وإلى اللقاء.